أنا سألت البارحة وانتهينا إلى الصلاة التي هي ركن عندكم لكي نستدل بالإمامة. الصلاة قلنا القرآن مكمل للسنة، فإذا لم نكمل هذا الشريعة بالقرآن والسنة يفتي كل على مزاجه. نذهب إلى الصلاة وهي الركن من أركان أهل السنة، لا توجد فيها عدد الركعات ولا السجود ولا الركوع ولا القول ولا الفعل، إنما أقيم الصلاة. أي صلاة نقيمها؟ ذهبنا إلى رسول الله صلوات الله عليه وآله وقلنا يا رسول الله كيف نصلي؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فذهبنا إلى صلاة رسول الله فصارت ركن عند المخالفين، إنها ركن وليست فرع كما عندنا. يغالط نفسه يقول الشيخ أحمد البارحة وسجل نقاط قال الإمامة من الفروع، هذا لا، ابن الصغير الذي عمره 5 سنوات يعرف أن الإمامة أصل من أصول الدين لدينا نحن الشيعة الاثني عشري. فالآن هذه صلاتكم لكي نستنتج أن كل شيء فيه نص وفيه تأويل وتفسير، مثلما الصلاة التي هي عندكم ركن. طيب فيها انتهى الوقت. تفضل يا شيخ خالد. هو بيقول لك ان كل شيء فيه تأويل مختلف، حتى وذكر مثال بالصلاة، عدد الركعات، السجود، القول، الفعل. الصلاة موجودة في القرآن، لكن رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعرف كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلينا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل معك التعليق. جميل جدا، لم يجب على سؤالي لا من قريب ولا من بعيد. انا سالت سؤال، بما انه يرى، الصوت يتكرر علي ارجو الضبط، احنا سمعناك كويس. بما انه يرى ان الصلاه من الفروع، صح ولا لا؟ صح يا شيخ بهادلي؟ سريعا. نعم، صلاه عندنا من الفروع. ايوه من الفروع. الامامه من الاصول، صح؟ خلي المايك مفتوح يا شيخ بهادلي، خلي المايك مفتوح يا شيخ. انا اسالك، الامامه من الاصول ولا من الفروع؟ الصلاة من الفروع والإمامة من الأصل. بعد شو تريد أكثر من هذا؟ السؤال الذي سألتك قبل قليل لم تجيب عليه. الآن عندنا شخصان، واحد أنكر شرعية الصلاة ووجوب الصلاة، والثاني أنكر شرعية إمامة الأئمة الاثنى عشر بنص، قال ما يوجد نص. ما حكم من ينكر في شرعية الصلاة وفرضية الصلاة، وما حكم من ينكر إمامة الأئمة الاثنى عشر بالنص؟ تفضل. اثنانهم وقعوا في المحظور وهم لا يؤمنون بشريعة رسول الله. أنا ما أريد تعطيني كلام دبلوماسي، أنا أسأل، هل الذي ينكر شرعية الصلاة وفرضية الصلاة مسلم؟ الذي لا يقيم الصلاة مسلم. لا، الذي ينكر شرعية الصلاة، هل يقول الصلاة ليست مفروضة؟ من أنكرها ليس بمسلم. ليس بمسلم، أيوة. اسمع معي، إذن الصلاة عند أحمد البهادلي من الفروع، من أنكر شرعيتها ليس بمسلم، تمام، أخذنا هذا. الآن نأتي إلى أصل أصول الدين وهي الإمامة. ما حكم من أنكر شرعية إمامة الأئمة الاثنى عشر بالنص؟ تفضل. كذلك منافق. منافق مسلم؟ منافق. لا 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 يمكن، لا يمكن. إذا كانت الصلاة من الفروع أخرج منكر شرعيتها من الإسلام، فكيف بأصل الأصول الذي هو أصل الإمامة؟ ما حكم من ينكر شرعية الإمامة؟ تفضل. الآن أمام الجميع شيخ خالد، نقول له منافق الذي يدعي شيء. لا، أنت لماذا حكمت على تارك الصلاة وهي من الفروع بأنه ليس بمسلم، وجئت إلى أصل أصول الدين وهي الإمامة أعلى من الفروع، وقلت لا، هو ستثبت له اسم الإسلام ولكن تنفي عنه اسم الإيمان، لماذا؟ المنافقون والكافرون أين؟ لا، لماذا تارك الصلاة أخرجته من الإسلام وتارك الإمامة لم تخرجه من الإسلام؟ هذا هو السؤال. المنافقون والكافرون في الدرك الأسفل. يا شيخ أحمد، هو سؤال، هو مسلم ولا غير مسلم منكر الإمامة؟ هو منافق. مسلم أو غير مسلم؟ مردوا على النفاق. يعني منافق مسلم؟ منافق مسلم يعني، أفهم؟ إيه مسلم. مسلم. أيوة، جميل جدا. إذا شوفوا الصلاة التي هي من الفروع عند أحمد البهادلي، من أنكر شرعيتها خرج من الإسلام، والإمامة التي هي أصل أصول الدين عند أحمد البهادلي، من أنكر شرعيتها وأنكرها وجحدها هذا مسلم. طيب